الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. الكلام عند علماء النحو في الدنيا كلها، يعني بكتب العربية سواء القرآن أو السنة أو علماء الفقه أو كلام عموما باللغة العربية، لا يخرج عن ثلاثة أمور: إما اسم أو فعل أو حرف، لا يخرج من هذه الثلاثة. By in language, if you read it from the book, either Quran or Sunnah or فقهاء book or محدثين or speaking, one of three has to be. Either a pronoun, they call it. Noun has to be noun. Noun, tamam. Or it's going to be verb, tamam. Or it's going to be letter. Letter, what does it mean? حروف الجر. We're going to talk in short detail. حروف 20 letter, they call it. 20 حروف جر. 20 حروف جر. المقصود هنا حرف معناه حروف الجر. الآن نتكلم عن هذا فقط. We're gonna talk about this. اسم يدل على شيء. محمد يدل على ماذا؟ اسم للرجل. محمد guide to us to what? Name of the man. تمام؟ محمد. لكن لا، هل يقترن بالزمن؟ لا يقترن بالزمن. There is anything to do with the time, past tense or present or Muhammad. No. Just Muhammad guide us to what mean, what meaning? Name of what? A man. Or name of man. اسم دل على طيب. زينب. زينب. ما هذا؟ اسم يدل على ماذا؟ على اسم امرأة. تمام؟ مثلا غلام. غلام. غلام يدل على ماذا؟ على طفل، اسم طفل، صح ولا لا؟ أو تدل على طفل. غلام that's mean boy, you know, teenager, whatever you guys say. مثلا مكة تدل على ماذا؟ the guy that's thought to ايش اسم؟ ها؟ مدينة على اسم مدينة بلد. مكة، مكة المكرمة تدل على بيت الله الحرام، صح ولا؟ بيت الله الحرام is guided to there's one مكة right? Otherwise maybe you guys have more than one. طيب الأسماء تدل على نفسها. The names ولا يقترن ولا تقترن بالأزمنة. Is there is not doesn't have any connect with the time, present or future or or past tense, you know. هذه الاسم. طيب هذا الاسم، هذا الاسم له علامات حتى يعرف بأنه اسم. This name has a what do you call it? Signs. How you will know this is name? How you will make distinguish between the name and verb and letter. كيف نميز الاسم من الفعل والحرف؟ أول علامة تعرف بالخفض. ما معنى الخفض؟ أي الجر. مثلا مررت بمحمد. طيب الخفض. First thing you will know the خفض. What is mean خفض؟ جر يعني كسرة. You have any pencil or pen different color? Give me a red one. Red. طيب how you will know this is محمد اسم؟ How you will know؟ كيف تعرف بأن محمد اسم؟ From the خفض، that mean جر.
ثلاث من كسرة. مررت بمحمد. باء حرف جر is gonna come إن شاء الله. But this is one of sign. العلامة علامة الاسم بأنه محمد ليس فعل وليس حرف. كيف عرفنا؟ بالخفض، لأن الخفض لا يدخل لا في الأفعال ولا بالحروف. How you will know? Because خفض will not enter to verb and will not enter to letter. خفض remember. العلامة الثانية second thing إيش؟ والتنوين. التنوين second one تنوين. That means تنوين فتحة or ضمة or كسرة. سواء تنوين ضمة أو فتحة أو كسرة. مثاله example محمد جاء محمد محمد خلاص. I know this محمد is his name noun. How I know محمد is now from the تنوين either فتح or كسرة doesn't matter as long as تنوين there. That is when you see in the Quran or Sunnah or any book in Arabic تنوين that's mean you know that is noun. إذا رأيت في الكتاب أو السنة أو كتب اللغة العربية تنوين فأعلم أن هذا ماذا هذا اسم. العلامة الثالثة third one بالجر والتنوين حرف جر ها حرف الجر حرف جر we have حروف جر 20 for example في على من إلى عن رب كاف مذ منذ حتى حاشا بعد إيش إلى كتبنا أمين في على رب كاف منذ حتى حاشا ها لعل بعضهم يقولون لعل المهم ها كتب على كتبنا عدا عدا هذا خلاف حتى فيه. المهم هذا المقصود حرف جر تسمين حروف الجر. إذا جاء موضوع نفصل أكثر لكن كل حروف لها معاني. Every letter here has a meaning. We're gonna talk إن شاء الله when it's come. إذا حروف الجر مثالها خرجت من البيت إلى المسجد مسجد تمام. هذا حرف جر وهذا حرف جر كذلك. This is حروف جر number 3. If we see حرف جر after حرف جر the letter or word is gonna be noun اسم. How you know صهيب from حرف جر تمام. طيب مسجد noun or verb كيف عرفت اسم؟ How you know بيك ها لا احنا نتكلم عن موضوعنا الى دخل عندنا حرف جر. اذا المسجد اسم مسجد نيم. How you know from حرف جر تمام حبايب. طيب نمبر 4 الجر والتنوين وال ال الف لام نفس المثال نهان الباب للمسجد. The door for the مسجد. الباب للمسجد. الآن لم هذا. هذا مسجد اسم. كيف عرفنا؟ لأن دخول اللام أو سيارة. السيارة
قبل حرف جر. سيارة name, how you will know? Noun, because it accept ألف لام. قبلة. طيارة. الطيارة. كيف عرفنا؟ طيارة اسم, how you know? طيارة is noun. قبل ألف لام, صح ولا لا؟ تمام, أعطونا مثال. بيت. البيت. سوق السوق. سوق السوق وهكذا. ملح الملح. تمام, باب الباب. لأن ألف لام لا يدخل في حروف جر ولا يقبلها الفعل. ألف لام والنطق أنت حروف جر. العلى, المن, الإلى doesn't accept. Even verb will not accept. حتى الفعل سواء ماضي أو مضارع أو what they call it, حرف ماضي أو مضارع أو أمر قصدي. طيب واضح هذا؟ Is clear this one؟ تفضل. الباب للمسجد ما في هناك ألف لام. خلاص أنا أعطيت مثال, هذا لام للملك, ما عليك من هذا. دور يا بودر. لام يقبل لكن المسجد. المسجد. شيخ نسيت واو القسم. طيب ما إيش؟ إيش إحنا إيش؟ واو القسم إذا أرادت أن تقسم من حروف الجر. بالله والله تالله. أو الرحمن. طيب هذا حروف الجر إيش لسه ما دخلنا إحنا. احنا في الاسم لسه ما نتكلم عن الحروف, هنا نكتب قصدك. واو وباء وتاء حروف من حروف الجر. طيب هل واضح الاسم؟ The pronoun or noun, you know? Everything clear? The exam is gonna come to you, huh? في اختبار على هذا. المسجد والمسجد هذا عطف, واو إذا قلنا عطفت إلى ما قبله وجملة قبلية. المسجد تعرفها, لأن يعني مسجد نكرة, أي مسجد تتكلم. أنا رايح إلى المسجد, يا معروف المسجد أي مسجد؟ مسجد دومينيو. أما رايح مسجد ما قلت أي مسجد. The difference between the المسجد and المسجد, مسجد is any مسجد. But if you say I'm going إلى المسجد, يعني مسجد العهد الذهني is the what in your mind, the مسجد I'm going usually. But I say if you say I'm going to أنا ذاهب إلى مسجد. He didn't put ألف لام. إلى مسجد, أي مسجد, سواء مسجد دومينيون أو مسجد البر أو مسجد كذا, ما أعرف. لكن أنا ذاهب إلى المسجد قلت معناها مسجد الذي تعرفه أنت. The مسجد, do you know which one I am going? If you put L. طيب. Anything? طيب. شيخ هذا مثلا مررت بمحمد. If you don't put B, هل هذا صحيح؟ لا ما يجوز. لابد B تحط. You have to put B. هو تنوين ولا كسر هذا يصير؟ كسر كسر. لا قصدك التنوين. في محمد. في محمد. مررت باء لازم تحط. مررت محمد ما يصلح هذا. مررت محمد لا يصلح. مررت بمحمد. طيب في سؤال عن هذا ولا امسحه؟ question is clear. I raise it.